اليوم وصفتنا هو قشطة اللي احنا راح نسويها بالبيت، بس يكون من نوعية الفاخرة. هاي القشطة تكون نوعيتها كلش فاخرة لأن تكون كمية النشا قليلة بيها، فتكون طعمها كلش طيب. وهمنا راح نسوي نوع من الجبن ونحطه بيه، فينطيلها النكهة والطعم اللي يكون ماكو منه. تستخدموها ويا أي نوع من الحلويات تحبون تخلون بيها، بقلاوة، زنود الست، كنافة، أي نوع من الحلويات تقدرون تستخدمون بيها. هاي القوام مالها، نوعية كل زينة. إن شاء الله يا رب تعجبكم، وألف عافية عليكم مقدمة. السلام عليكم، شلونكم؟ يا رب تكونون بخير وسلامة. اليوم جيت أسوي لكم قشطة منزلية. طبعا عندنا القشطة المنزلية أكو نوعين، نقدر نسويها بطريقتين. النوعية الزينة الممتازة، النوعية الثانية تكون اقتصادية أكثر. وإن شاء الله يا رب تعجبكم الطريقة وتعجبكم طعمها. سووا واستخدموها ويا أي حلويات. هسه راح نسويها سوا، وراح أول شي راح نبدأ بالمكونات مالتها. طبعا بالمكونات مالتها هو راح نسويها على مرحلتين القشطة. المرحلة الأولى من عندها محتاج بس حليب وخل. راح استخدم حليب كامل الدسم. هنا عندنا الدهن ماله 3%، طبعا يفضل يكون كامل الدسم. هذا عندي حليب لتر ونص. يحتاج وياها خل أبيض، وإذا ما عندكم الخل الأبيض تقدرون تستخدمون أي نوع من الخل، بس أنا أفضل الخل الأبيض تستخدمون به. هاي المرحلة الأولى. المرحلة الثانية مالتها راح نستخدم بيها لتر من الحليب. عن هذا الدهن ماله 1.5، لو عندكم همين كامل الدسم يكون أحسن، بس أنا ما عندي، عندي هذا النوعية فراح أستخدمها. 5 ملاعق طعام متروسة من نشا الذرة، علبة قشطة أو نستخدم وياها ماسكربوني، لأن اثنيناتهم نفس الشي، اثنيناتهم عبارة عن قشطة بها نسبة الدسم يكون عالية. وهسه بعد ما عرفنا المقادير، هسه نقوم نسويها سوا ويا بعض. نقول بسم الله، نبدأ بالمرحلة الأولى. سننزل الحليب بالكاسترول ونخليه يقوم يغلي. طبعا نحركها حتى لا تحترق إلى أن توصل درجة الغليان. نخليها على حرارة عالية ونستمر نحركها إلى أن تبدأ تغلي. وهسه من قامت تغلي هيجي وصلت درجة الغليان، ننزل بها الخل. إذا ما عندكم خل تقدرون تستخدمون عصير الليمون، نفس المقدار بس عصير الليمون، يعني أي شي حامض فيتحول إلى نوع من الجبنة. هاي نزلنا بيها، من نزلناها بعد نعوفها منطخة حتى ينطينا، هو قبل يقوم يفصل. نخلي الحرارة على الوسط ونعوفها، هي تقوم تفصل تنطينا الجبنة بطرف والمي المصل مالها بطرف ثاني. يصير نتركها 5 دقائق على نار متوسطة تفور حتى تنطينا أكبر كمية من الجبنة. بنشوفها هي تغلي وراح تنطينا الجبنة بطرف والمصل بطرف ثاني. هسه بعد ما فصلت تماما اخذها اصفيها من المي مالها. هاي المرحلة الاولى خلصنا من عندها. هاي يسموها قشطة او جبنة القريش، خلصنا من عندها. خليتها بداخل المشبك حتى ينزل كل المي اللي موجود بيه. هسه هذا اعوفه بطرف وندخل على المرحلة الثانية. بالمرحلة الثانية أخلي الحليب بالكاسترول أنزل النشا عليها. وأقوم أخلطهم ويا بعض.
أخلي النشا كلها تذوب بداخل الحليب. بعد ما أتأكد النشا كلها ذابت داخل الحليب أخذها وأخليها على نار متوسطة، وأظل هيجي أقلب بيها وأمزجها إلى أن تثخن. وتقدرون بهاي المرحلة تضيفوا لها النكهات اللي تحبوها، نكهات مثلا ماي ورد، تحبون تخلوا لها المستكة، شوفوا شو تحبون. بس أنا راح أعوفها على النكهة الأصلية، نكهة القشطة اللي ما يكون بيها أي نكهة ثانية غير طعم القشطة. بس إذا أنتوا تحبون تخلوا لها هيل، أي شي تحبون. هسا أظل أحركها على نار متوسطة إلى أن تدخن. من تقوم تريد تفور راح أضيف لها ملعقة أكل طعام من القشطة والباقي بعدين. إذا ما عندكم قشطة تقدرون تخلون بدلها مارجرين، تقدرون تضيفون ملعقتين من المارجرين إلها، يكون الملعقة الأولى هسه بهاي المرحلة وبعدين الملعقة الثانية. أظل أحرك بيها إلى أن تثخن، لأن تدرون إذا بس أعوفها شوية راح تحترق، وإذا احترقت راح تنطيلها ريحة مو طيبة، فاستمروا حركوها إلى أن تثخن. قام الخليط يثخن شوي شوية. طبعا نصيت الحرارة هواي، نصيتها شوية أعلى من القليل بشوية مو هواية، لأن ما أريدها تحترق. وهسه بعد ما وصلنا هاي المرحلة اللي قام يطلع من عندها فقاعات هيجي يسوي، هسه راح نضيف له بقية القشطة. وهمينا ننزل عليها الجبنة اللي سويناها أو القشطة اللي سويناها. ونستمر على حرارة ناصية أنصى شي، نخليها ونحركها. وحتى نوصل للقوام الكريمي راح نخلطها اما بالبلندر او بالمكسر حتى يصير قوامها كريمي. نستمر على نار ناصية نحركها شوية. هسه هيجي راح انزلها وعوفها تبرد وبعدين ادخلها الثلاجة. بس طبعا اخلي عليها شنو، نايلون، حتى ما يصير يابس من فوق الوجه ماله. نفرخها. هسه نتركها برا شوية تبرد وبعدين نخلي عليها نايلون ونعوفها بالثلاجة، فنخليها إما من ساعتين لثلاث ساعات وبعدين نطلعها نستخدمها. وبهذا يكون القشطة مالتنا صارت وجاهزة وحاضرة. هاي التخم مالتها. إن شاء الله عجبتكم الطريقة، وإذا وصلت وياي لهاي المرحلة لا تنسون تخلوا لي اللايكات إذا عجبكم الطريقة، ولا تنسون الاشتراك والشير. أشكركم على المشاهدة وأشوفكم على خير بالفيديو القادم. مع السلامة.